بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. برشا ناس يسألوا يقول لك أنا كيفاش نفرغ الكاتاليزير أو فلتر البيئة من القطع اللي هي فيه. ها شوفوا هنا يحلوه من هنا من الجنب، يحلوه أو يحلوه على نصين ويفرغوا كل اللي فيه ويعاودوا يرجعوه يلحموه. إنما الشرط الوحيد لازم تنحي البرنامج نتاعها من الميموار، من الكارت، يعني من الكمبيوتر نتاع السيارة. لازم الشرط يكون بعد ما تفرغ هذا تنحي، تمسح المعلومات اللي موجوده في الكارتة اللي هي تخص الكاتاليزر فلتر البيئة وتخص الجيار هذاك تاع البيئة، زي كيف بعد ما تفرغ هذه العملية اللي لازمها تصير. ومن الأحسن هو يعني بدل ما يفرغها يغير، إذا كان هو موجود يغير يكون أفضل، تقعد هكاك يحافظ على البيئة وتقعد الأمور كلها طبيعية وأصلية. إن شاء الله تنفعكم حالكم هكا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه فلتر بارتيكيل أو كاتاليزير يسموه، أو مصفي البيئة. هذه يعني جتنا سيارة 407 باش نغيروا لها محرك. بعد ما فكينا المحرك نقول مخدومة فيه العملية هذه كونهم مفرغينها فلتر البيئة. طبعا هذه كي يفرغوا فلتر البيئة لازم أما فما بروجرام لازم يفسخوه من الكارتة باش تمشي العملية صحيحة، وإلا ما تنجحش العملية. تو هذايا احنا يعني تفاجأنا بالموضوع اللي لقيناه فيه، كون الكاتاليزير هذا يسموه مفرغ. شوف فيه فارغ طاسة. بعد ما ركبوا المحرك تو باش نثبتوا في العملية هذه إذا كان هو ينجم يمشي مع المحرك هذا صالح ولا لا، لأن هذه حاجات ما تنجم تحكم عليها إلا بعد ما يركب المحرك مكانه. هذا شوف فيه كيف عاملين له عملية من الجنب، تسطينه ونفرغين له الشهدة اللي فيه، اللي هي الحشوة اللي فيه. هذه حاجات لازم تثبتوا منها. الإنسان كي يشري سيارة ماذا به يثبت في الأمور هذه. هل ترى موجودة القطعة هذه كاملة ولا معمول لها يعني عملية جراحية كما هذه ومفرغينها؟ لأن أحيانا ما يعملوا عملية في بالهم يعني انهم بيصلحوا الخلل ويزيدوا يكملوا على مرمته. ان شاء الله تنفعكم العملية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.